بعيداً عن الأجواء التجارية والمادية، في فنانين اليوم وهن قليل بيتوجهوا بموهبتهم نحو الإيمان، وبيحولوا موهبتهم لرسالة، رسالة كلها محبة، إيمان، صلاة وخشوع. ضيفنا هلأ من هالفنانين عم بيحضر أول سيدي تراتيل لإله، رح يخبرنا أكثر عن هالعمل، ونحن حبينا كمان نتعرف عليه أكثر، الموسيقي توني حارب. أهلا وسهلا فيك. مجور. لا، شرفتنا باستوديوتنا. مرسي. السؤال الأول، هل أنت فنان ملتزم؟ والالتزام لإلك شو هو؟ لأنه تلقائياً لما نسمع تراتيل منفكر أنه هذا اختيار والتزام للشخص. صحيح. أول شيء صباح الخير لإلك. أهلا وسهلا. أتمنى نهار سعيد لكل المشاهدين وصوم مبارك. كملتزم موسيقي، أول شيء إذا ما نحكي كموسيقى، نعم، الموسيقى مش بس أشخاص الملتزمين بتعاطوا الموسيقى، ممكن تكون أنت شخص موسيقي ومش ملتزم. يلي بيميز عملي، أنا بحس بالتزامي الكنسي الديني، عم بحس هيدا الالتزام، عم بحس موسيقتي عم بعطيها هيدا الطابع الكنسي الروحي الديني، هيك عم بحس. نعم. يعني هل مكرس موهبتك لكلمة الرب؟ هلا بالبداية بالنسبة لي كلنا لازم نكرس عملنا للرب تيكون عملنا مبارك. نعم. أنا مش بس بشتغل أو مش بس بتعاطى بدومين الموسيقى إذا بدك كأشياء روحية، كمان بتعاطى من الموسيقى أشياء موسيقى عادية مش بس. نعم. دينية. حلو. شو ذكرياتك الأولى مع الموسيقى ومع الغناء؟ شو بتتذكر منها من طفولتك؟ بصراحة في كتير أمور بتذكرها، في كتير أمور هيك إذا بدك بتحس بقلبي بحبها. وقتها كنت دور راديو أنا عم بشتغل بالجامعة، وقتها أنا وصغير مثلا اسمع بالجرس الكنيسي عم بدق عنا بالضيعة خوري ختيار رايح تيصلي، روح مثلا أنا أخدم له القداس، أخدم له الصلاة، حس أنه أنا ربنا عاطيني موهبة، بنمي هالموهبة أنه أنا أعمل شيء جديد إذا بدك بكنيستي، بطريقة الترتيل، أقدم شيء جديد أو شيء حلو. نعم. كيف بلشت ترتيل؟ بأي عمر؟ بلشت بعمر أول مرة رتلت بشكل رسمي خدمت قداس لسيدنا البطرك سفير بالكاتدرائية بحريصة. من الباب العريض دخلت. صحيح. كان في تجمع لنا كتلاميذ، تجمع مدارس، واختاروني أنا أخدم له القداس، فبقى كنت بعدني صغير حطيت هيك سبور شوية تبينت فوق القرية. قد كان عمرك تقريبا؟ عمري تقريبا كان 10 سنين. يعني بلشت، يعني عطيوني الفرصة أن أخدم قداس، شاركت بالقداس، وهناك حسيت أنه أنا بقدر أعطي بهذا الجو بهذا الدومين. عادة توني الفنانين اللي بيعرفوا أنه عندهم صوت حلو بيستثمروا هالموهبة حتى يشتهروا، حتى يعملوا مساري، أنت اخترت أو وجهت موهبتك بعيدا عن المادة وبعيدا عن الأضواء، ليش اخترت هالاتجاه؟ هلأ حاليا عم بشتغل هيك. هلأ حاليا حاطت كل شغلي على هيدا السيدية اللي عم بشتغله، أمور دينية، هذا لا يعني أنه مش ممكن اشتغل أمور. نعم. تانية، بس حاليا مركز على هيدا الشيء، وهذا الشيء بده كتير شغل، بده كتير وحدة، وبده كتير تركيز، لأنه هي أنت عم تنقلي موسيقى مصلية، صعب كتير وبدها كتير وقت وبدها كتير التزام. نعم. صحيح. نحن اليوم مثل ما ذكرت بزمن الصوم، يا ريت نسمع منك شيء من وحي الأجواء. بزمن الصوم رح بسمعك شيء، عم بشتغل قطعة للأخ إصطفين نعمة. نعم. قطعة جديدة هلا بالستوديو عم بشتغلها. أنعم علينا يا ربنا أن نكون على مثال الراهب إصطفان حبات قمح مزروعة في أرض طيبة فنموت من أجل اسمك القدوس ثم نقوم حاملين غلات كثيرة 30 و60 و100 فنمجدك ونشكرك إلى الأبد. شكرا توني. عادة كلام التراتيل منين بيجي؟
كلام التراتيل بصراحة أنا بهيدا السيدان عم بشتغلوا حابب ضوي على موضوع ما الكلمات يلي عم جيبون يا أما كلمات من أباء الكنيسة رهبان أو كهنة عم بيكتبوا لي الكلام تيكون كلام متوافق مع عقيدة الكنيسة يا أما عم جيب كلام نابع من الكتاب المقدس أو من المتعيد تبع يعني كتاب الصلوات يلي بيصلوا فيه الرهبان الكتاب المتبع بالكنيسة الانطاقية السريانية المارونية يلي نحن أنا بنتمي لها يا أما عم بجيب كلمات من الشحيم القديم ترجمات لمارفريم السرياني مارفريم يلي أغنى الكنيسة بكلماته وبألحانه كمان عم بجيب ترجمات لمارفريم واشتغلها تيكون السيدة إذا بدك ممكن تراتيلي عم بشتغلها يقولوها الناس بالقداس اللي ترجي هيدا أنا يعني أفكر فيه لو ممكن أنا أعمل يوم ترنيم ممكن أعمل ترتيلي بس مش ممكن أقولها بالقداس أنا شغلي عم بحاول أعمله يكون الريفرنس تبعي يكون المنبع تبعي الكتاب المقدس تقدر أنا ترتيلي يقولوها الناس وقت القداس وقت الاحتفالات الترجية يعني بس رجال الدين بيقدروا يكتبوا تراتيل توني؟ أكيد لا أكيد لا في كتير أشخاص بيقدروا يكتبوا بس أنا توجهي أنه أنا بجيب من هناك مطرح إذا بدك يكون في ثقة أكتر أنه أنا كلام بيكون مناسب ومزبوط أكتر بالنسبة لي هل في أصوات معينة بتصلح للترتيل؟ أكيد في أصوات معينة لأنه بالنهاية ترتيلة مش بس أنت عم تقدم موسيقى حلوة أو بيكون ربنا عطيه واحد موهبة يكون صوته حلو أنت بك تنقل يلي عم مستمع إلى جو أنه صلاة وخشوع هيدي بالنسبة لي كتير صعبة وكتير بدها شغل لأنه مش كل واحد بيقدر بيغني بيقدر يخلي الآخر يصلي وهيدي أهمية أوقات النعمة اللي الله بيكون عطيها لإنسان مش عطيها لواحد تاني صحيح توني بدنا نشوف مقطع من ترتيلي لألك بعنوان لا أعبر من ذاتي نعم تفضلوا هلا كليب صورتوه بتنورين صحيح صحيح صورته بضيعتي بتنورين لانه الترتيله بتحكي عن العبور من الذات الى الذات الاخرى حسيت انا اذا مصور بمطرح طبيعه مطرح فيه مي في شمس في مناظر حلوه بتصور بعبر شوي عن الروحيه اللي انا حابب كنت تبين فيها هالترتيله توني شو شعورك انت وعم بترتل قد ايه في خشوع قد ايه بتحس حالك مرتفع بكل بساطة بس كون عم برتل بحس بسلام داخلي بخليني أدي بارتياح تام حتى لو كنت بالببليك مش وحدي عم برتل بحس بسلام داخلي وبحس بأمان بقدر أعطي اللي أنا بدي أقوله بكل راحة
وشو بتشعر لما بتعرف انه انت عم تقدر تنقل هالسلام الداخلي هالخشوع لقلوب كمان المؤمنين اللي عم يسمعوك انت عم ترتل؟ طبيعي بتحسي بفرح انه انت قدرتي وصلتي صوره ما عن الشيء اللي انت عم بتحسيه بالنهايه، لانه انا بدي احاول بطريقتي خلي الاخر كمان اذا بدك يصلي او انقل له هالجو الفرح والسلام يلي انا عم حسه. درست غناء شرقي؟ صحيح، درست غناء شرقي بجامعة روح قدس بالكاثوليك وبالكونسرفاتوار الوطني وعزف على آلة العود. حاليا عم بتحضر اول سيدي تراتيل لإلك، خبرنا شوي تفاصيل هالسيدي وايمتى رح نشوفه بالاسواق؟ هيدا السيدي الله راد اليوم لاربعة اشهر الله راد بيكون خلص، لانه بتعرفي حضرتك السيدي بده شغل، انا السيدي عم بشتغله من 12 قطعة كلها نصوص انا نقيتها والحاني انا وانا يلي عم بدي اديها بالسيدي. عم بشتغل مع استاذ جوزيف كلاب، استاذ جوزيف كلاب يلي كثير عم بيساعد، لانه كمان هو انسان مؤمن مثلي، كمان عم نقول انا وياه بالتوزيع للتراتيل عم ننقل الروحيه اللي انا عم حسها. نعم. هذا السيدي مؤلف من 12 قطعه، في تراتيل باللغه العربيه وفي تراتيل باللغه السريانيه. هذا ملفت بهالسيدي، وين تعلمت السرياني؟ انا تعلمت السرياني بجامعه روح قدس بالكاثوليك، وقت كنت عم بدرس موسيقى بطبيعه الحال مجبوره انت تنقي لغات معينه، انا نقيت السرياني لانه حسيت الموسيقى السريانيه بتستهويني. نعم. فبقى في مقاطع لمارفريم السرياني وفي مقاطع اخذوها من القداس الماروني تبعنا، حاطط بالفيرسيون بالعربي وبالفرنسي تنس، لانه بتعرفي اليوم مش كل الناس بتعرف سرياني او يعني قليل كثير بيعرفوا سرياني، كلمه رح احط ترجمه العربي وترجمه نعم. السرياني قبالها. نعم. هيدا السيدي مثل ما قلنا مؤلف من 12 قطعه والله راد قريبا بيكون بالمكتبات الموسيقيه. اداء الترتيلي اصعب من اداء اغنيه الايقاع؟ بتعرفي شو، انا قبل ما احط صوتي بالاستوديو على الترتيلي بختلي شوي شي ساعتين، لانه مش بس انا بشتغل ترتيلي بس موسيقى، انا اشتغلت موسيقى تيوريه حلوه طلعت عجبتني، بس انا وقت بدي اديها تنقل هذا الجو انت ما حكينا الفرح والسلام للاخر، انا بدي اكون قبل عيش بسلام، يعني لازم تكون محضر نفسيا أكيد. لتقدر ترتل اكيد تقدر انقل مثل ما قلت تقدر انقل جو الفرح يلي انا بحسه للاخر، لانه هيدا هو هدف بالنهايه من شغلي كترتيلي. نعم. في ناس بتفكر توني انه التراتيل بس حزينه، هل هالشيء صحيح؟ اكيد لا، لانه المسيح بالنسبه لنا مسيح هو مسيح الرجاء، مسيح الفرح. نعم. ما في حزن، الحزن هي مرحله ما، بس نحن بالنهايه نحن ابناء الرجاء، ابناء الفرح، كرمال هيك عم حاول انا بجو التراتيل عم بقول ما يكون في كثير حزن، طبعا في نغمه هيك شوي حزينه بتخلي الاخر شوي يرجع لذاته، بس بالنهايه دائما عم بحاول تراتيل انهيهم هيك بجو فرح، بجو ايقاع خفيف تنطلع من جو الالم اذا بدك. قبل ما نسمعك لايف بالاستوديو بدنا نشوف مقطع ثاني من ترتيلي لك. رسولي بالألم رفع دينا ودينا بمركبك عالبنينا هو واحد يضيع طريقه بربه يكفر يغرق بيضيقه يبقى برفقتك وبالقلب خدينا هيك صوبك وارفع عينا مدى ساعات ربتي بسجودك مع القربان دوبتي وجودك طلبتي نعمة شركي بألام ودوى تا تفتدي معه آلامه عطاك سر ألامه سلامه أشركينا ومن فرح قلبك أعطينا هيدي ترتيلي عن القديسة رفقة. صحيح، كلمات الأب إليس عادي. نعم. تصورت بضريح القديسة رفقة بجربتها.
من إخراج إليت راد. نعم. توني برأيك هل في اليوم جمهور للتراتيل؟ بتعرفي شو، أنا بشغلي كترتيلي مش عم بحاول أعمل جمهور بالترتيلي. نعم. أنا عم بحاول أخلق جو لألي أول شيء فرح وسلام، قدر أقوله للآخر، قدر أقول جو صلاة في حال أنا شاركت بمناسبات دينية، قدر أخلق جو صلاة وفرح للآخر المستمع، لأنه بالنهاية المؤمن مش نطرني أنا تيعمل جمهور فيصلي. نعم. مش نطرني أنا، ممكن واحد إذا كان في بوكي ورد زيادة حلوة مش ما بتضر يعني، ولكن أكيد ترتيلي بتوصل أكيد. أو بتنقل الإيمان لقلوب كل المؤمنين. أكيد أكيد. شكراً لك توني حرب، تشرفنا بمعرفتك، نتمنى لك كل التوفيق. ناطرين السيدة قلت لنا بعد حوالي 4 أشهر. الله رد إن شاء الله بالتوفيق، ورح نختم مع ترتيلي لك. أوكي تفضل. لوخ مشب حينان، لوخ مبرخينان، لوخ صودينان، بوخ مودينان، وبوعينان منوخ. لوخ مشب حينان، لوخ مبرخينان، لوخ صودينان، بوخ مودينان، وبوعينان منوخ. حسمر يقالو، حسمر يقالو، وترحمي علي وعنيلان وعنيلان وعنيلان. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم، فاشفق اللهم علينا، وارحمنا واستجب لنا، استجب لنا، استجب لنا.